أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من الرياض، تقول أم سلطان. أم سلطان بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حصل بيني وبين زوجي خلاف، فذهبت إلى بيت أهلي وطلبت طلاقي منه ولم يطلقني. وفي فترة بقائي عند أهلي توفي زوجي رحمه الله، ولكني لم أحاد عليه. والآن يا فضيلة الشيخ، مضى على وفاته أكثر من 10 أعوام، فما العمل؟ افتونا جزاكم الله خيرا، مع رجاء نصح النساء حتى يتناسين الخلاف مع أزواجهن، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مما لا شك فيه أن الزوجة المتوفى عنها يجب عليها أن تعتد العدة التي أمر الله تعالى بها في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فعدة الوفاة واجبة لهذه الآية الكريمة، وهي 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للحرة. ومن خلال هذه العدة يجب عليها الإحداد، وهو اجتناب الزينة وما يرغب فيها ويجلب الأنظار إليها. الزينة في لباسها، والزينة في حليها وبدنها بالخضاب ونحوه، وتتجنب الطيب بجميع أنواعه، وتتجنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة. فالإحداد تابع للعدة وحكم من أحكامها، فإذا تركته جاهلة فليس عليها شيء، أما إذا تركته وهي عالمة بوجوبه ومتعمدة لتركه فإنها تأثم بذلك. ولكن العدة صحيحة بمضي وقتها، فإذا مضت 4 أشهر و10 أيام من وفاة الزوج فإنها تنتهي عدة الوفاة وتحل للخطاب، ويجوز لها أن تفعل بنفسها من الزينة ما أباح الله لها من غير فتنة. وأما الخلاف الذي سار بينها وبين زوجها فهذا لا يسقط عنها العدة ولا يسقط عنها الإحداد. وننصح الزوجات بعدم المشادة مع أزواجهن، لأن الله أمر بالعشرة بالمعروف بين الزوجين، وأمر بإقامة الحدود الشرعية فيما بين الزوجين من حسن العشرة وبذل كل منهما الحقوق الواجبة عليه نحو الآخر بالمعروف، وأن يتغاضى كل منهما عما في نفسه من ما يجده نحو الآخر من الغضب والسخط، وأن يتذكر الأزواج أن يتذكروا قرب الموت. فهذه المرأة كانت في خلاف مع زوجها، ذهبت إلى أهلها بسببه ولم تشعر إلا بوفاته، مات وهو غاضب عليها وهي غاضبة عليه، وهذا كله من الشيطان. فالواجب على الزوجين أن يحسن العشرة فيما بينهما، وأن يتنازل عن، ولو أدى هذا إلى التنازل عن بعض الحقوق بينهما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. وقد حصل ما حصل، ويبدو من واقع الرسالة وصاحبتها تترحم على متوفاها، يبدو أنها ندمت على ما فعلت، هل عليها من كفارة؟ هل تنصحونها بالدعاء لهذا الرجل المتوفى؟ هل من نصيحة لها ولأمثالها أيضا إضافة إلى ما تفضلتم به؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التوبة والاستغفار مطلوبان، ولكن حقوق الخلق لا تسقط إلا بمسامحتهم وعفوهم عنها. ولكن على كل حال الندم والتوبة يخفف، يخفف إن شاء الله، وعليها أن تحسن إليه بعد موته بالدعاء له والصدقة عنه والإحسان إليه بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج عنه أو العمرة، فإن ذلك مما يخفف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.
لا يستبعد أن تكون حصلت على جزء من الميراث وهو حقها الشرعي. هل منكلم حول هذا الموضوع أيضا يحفظكم الله؟ الميراث لا دخل له في مسألة المنازعة والمشادة. طيب. الميراث ثابت لها بوفاته وهي في ذمته. طيب. هو حق شرعي. طيب طيب. ولكن ما أخطأت في حقه. نعم. هذا هو محل البحث. وكما ذكرنا. طيب. ولا يسقط إلا بعفوه ومسامحته، ولكن عليها أن تفعل ما تستطيع. طيب. من فعل الخير له بعد وفاته. نعم. جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ صالح يقول إن حصولها على جزء من الميراث وقد أحسن إليها الرجل ولم يحرمها من ميراثها مدعاة إلى أن تحسن إليه بعد وفاته. هو تحسن إليه بعد وفاته ولو لم يحصل لها ميراث. طيب. ولكن إذا حصل ميراث وانتفعت به فإن ذلك أيضا مما يسبب أنها ترد بالجميل، ترد بالجميل إليه. نعم.